وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً السبت طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من المحافظات والمدن العالمية والعربية.